في القرن ال 12 انتهت واحدة من أجمل قصص الحب في فرنسا. القصة اللي بتكلم عنها ديت بين لويزا والفيلسوف أبيلارد. ولكن عائلة لويزا كانت رافضة العلاقة دي تماما. بالرغم من كده اتجوزوا في السر وعاشوا فترة من أحسن الفترات في حياتهم. ولكن زي ما أنا قلت هي فترة وانتهت بأن كل واحد فيهم اتفرق عن التاني. وبالرغم من كده فضلوا الحبيبين يراسلوا بعض برسائل فيها كلام حب وغرام وحنين للذكريات اللي هم كانوا عايشينها. المهم بقى بعد الفترة ديت بحبة حلوين كده ظهر الشاعر ألكسندر بوب وبيألف واحدة من أجمل القصايد اللي ألفها في حياته باسم من لويزا إلى أبيلارد. ومن القصيدة دي بقى بيستلهم مخرجنا اسم فيلمنا اللي هنتكلم عليه النهاردة وهو Eternal Sunshine of the Spotless Mind. أهلا بيكم والنهاردة هنشرح فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. يا جدعان بس في البداية كده حابين نشكر إيهاب دوت يعني حد كده فشيخ هو اللي عامل لي الانترو والترانزيشنز بتوع الشانل ديت والاوترو وساعات بيعمل لي الثامبنيلز فالراجل ده يعني حد فشيخ كده فهسيب لكم الشانل بتاعته في الديسكريبشن روحوا اعملوا سبسكرايب وبس كده يلا نبدا الحلقة. Is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. اللي انت سمعته دوت اللاين اللي استلهم منه تشارلي كوفمان اسم الفيلم بتاعنا. فيلمنا اللي بيحكي عن اتنين بيحبوا بعض جدا بيعيشوا اجمل فترات حياتهم. بيقرر فرد من افراد العلاقه ديت ان هو يمسح التاني من ذاكرته عشان زهق منه، فالتاني مش بيسكت وبيقرر هو كمان يمسح التاني من ذاكرته. ولكن ده بعد ما بيمروا بجميع مراحل الحب اللي انا هذكرها لك في الحلقة. وطبعا القصة مش بالبساطة اللي انا بحكيها لك دي. ده ليها تبعيات كبيرة جدا عشان يوصل لك الشعور اللي انت حسيته وانت بتتفرج على الفيلم. وانا بالذات يعني في الافلام الرومانسية ديت مش بشوفها بعناية. لا بشوفها بقلبي. يعني الشرح بقى والتحليل والشقلبازات ديت ما تنفعش معايا وانا بتفرج على الافلام ديت. ولكن لاحظت حاجة مهمة في الفيلم ده بالذات، وإنك بقى لما تيجي تسرش ورا الفيلم دوت وتفهم أحداثه وتيجي تتفرج على الفيلم تاني الشعور هيوصل لك بطريقة أفضل. طيب إحنا كده فهمنا الخط اللي إحنا ماشيين عليه، مجرد اتنين بيحبوا بعض كل واحد بيقرر إن هو يمسح التاني من دماغه لما عرف إن ده مسحه من دماغه، أو زي ما عنوان الفيلم بيقول إشراقة أبدية لعقل طاهر. ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي. خلينا متفقين ان بجانب الحاجات الكتير اللي الفيلم بيتكلم عنها وهو ان في حاجه اساسيه معينه بيتكلم عنها الفيلم وهي الحب. وفي الفيلم بتاعنا بنشوف طريقه مختلفه تماما في عرض الحب عن جميع افلام هوليوود، وده اللي بيحاول يوصله تشارلي كوفمان من الفيلم. وهنا بتكلم عن نوع الرومانسيه اللي بتتقدم في الفيلم، لان مخرجنا ساخط على نوع الرومانسيه اللي بتتقدم في هوليوود لانه لما كبر اتصدم بالواقع وان اللي كان بيتفرج عليه ده كله مش حقيقي. فبما اننا هنا بنتكلم عن الحب فلو جينا في الاول كده نفكر ان احنا نلاقي تفسير للحب فمش هنلاقي. ولو جيت دورت بقى الفلاسفة قالوا ايه هتلاقي ان فعلا كل واحد بيفسر تفسير مختلف عن التاني، والتفسير دوت بيبقى 100% نابع من تجربته الشخصية هو والقصة اللي هو عاشها. فلو العلاقة ديت كانت علاقة ايجابية فهتلاقي التعريف ايجابي، اما بقى لو العلاقة كانت علاقة سلبية او مر بمرحلة سيئة مثلا فهتلاقي التعريف سلبي. شوبنهاور مثلا ما كانش عنده حاجة في حياته غير ان هو قاعد وبيشتم في الحب والعلاقات لحد ما الناس شككت ان دوت نابع من علاقة سيئة هو مر بيها مثلا. فلو عايز تتعمق اكتر بقى في موضوع الحب دوت وكده اقرا كتاب الفلاسفة والحب. فالشاهد هنا ان الحب ملوش تعريف معين، وان انت لو عايز تطلع له تعريف مثلا فالتعريف دوت هيكون نابع من تجربتك انت ومن جواك انت. وبرغم من كده ان الحب له مراحل معينة طبعا مش حاجة قابلة للتعميم، ولكن دي السائدة في بعض العلاقات. المراحل دي هي الرغبة والانجذاب والتعلق، ومن اسامي المراحل كده انت تفهمهم ولو جيت اسقطتهم على الفيلم هتلاقيهم بينطبقوا على الشخصيتين بتوعنا. ومن اول مرة لما شاف فيها جول كليمنتاين على الشط انجذب ليها لانه لقاها مش مهتمة بالحاجات اللي الناس مهتمة بيها، فبدأ عنده الرغبة ان هو يتعرف عليها. بعدها بدأت علاقتهم في فترة الانجذاب وبدأوا يعرفوا بعض اكتر، وكل واحد بدأ يعرف عيوبه
مميزات الشخص التاني. وكمان في تفصيلة مهمة جدا لازم تكون عارفها، وهي ان الشخصيتين مختلفين عن بعض. جول مثلا شخصية هادية وراسية وحياته لحد ما رتمها بطيء، انما كليمنتاين مندفعة وبتحب التجارب وحياتها مليئة بالمغامرات. وفترة الانجذاب ديت هي تقريبا اللي بدأوا وانتهوا عندها، لان فترة التعلق جت بعد كده، جت في اخر الفيلم لما هما الاتنين اقتنعوا ان هما البعض وهيفضلوا البعض. وده كله نابع من طريقة السرد اللي بيتعرض بيها الفيلم واللي هكلمك عليها بعدين، ولكن دلوقتي هكلمك عن فكرة محو الذاكرة. وهل فعلا عملية محو الذاكرة بالطريقة السريعة ديت ممكنة فعلا؟ بص يعني هو دلوقتي في عالمنا الحالي غير ممكنة، ولكن لو جيت تخيلت معايا مثلا ان الفكرة ديت موجودة بشكل ما في العالم بتاعنا وجيت طبقتها، فاللي هيحصل زي اللي حصل في الفيلم، ان انت حتى لو مسحت الشخص دوت من ذاكرتك برضو هيفضل جواك وهتفضل تدور عليه بس مش هتلاقيه. اثبات على كلامي دوت لما كليمنتاين الشخص دوت حاول ان هو يقرب منها وحاول ان هو ينسخ شخصية جول ويتقمص شخصيته وحاول يقرب من كليمنتاين، كليمنتاين ذات نفسها ما حسيتش بالارتياح وما حسيتش بمتعة اللحظة زي ما كانت بتعيشها مع جول. فهنا تكمن الفكرة ان حتى لو المحو السريع للشخص او للذاكرة ديت ممكن، فبرضه مش هيبقى مفيد لانه القصة هتتعاد من الاول وجديد. مثال على كده الدكتور والممرضة بتاعته لما حبته وقررت ان هي تمسحه من ذاكرتها، ولما مسحته وقابلته تاني حبته تاني لنفس الاسباب اللي حبته اول مرة، زي جول وكليمنتاين بالظبط. طيب بص، هو مفيش حاجة بتيجي بالساهل، فعشان تنسى حد كنت بتحبه وقضيت وقت كويس معاه لازم تمر بجميع مراحل الحب معاه وجميع مراحل النسيان، وبعد كده تدرك ان العلاقة ديت ما كانتش مناسبة ليك. في مرحلة محو الذاكرة مع جول واللي بتبدأ نفهم منها العلاقة ما بينهم كانت ماشية ازاي، كانت كليمنتاين اللي في عقل جول بتحاول تساعده ان هو يخبيها في مكان ما في ذاكرته عشان ما تتمسحش. وقالت له حاول انك تفتكر حاجة انا مش موجودة فيها، هو قال لها جملة مهمة جدا ان هو مش قادر يتذكر اي حاجة من غيرها. هنا بقى محتاجين وقفة مهمة جدا. الجملة ديت ليها تفسيرين. التفسير الاول وهو ان حياة جول من قبل ما كليمنتاين تخشها كانت حياة مملة ما فيهاش احداث، يا اخي ده حتى يومياته كانت فاضية، فتخيل بقى ان حد دخل حياته يغيرها بالطريقة ديت، فلازم ولابد ان هو ما يفتكرش اي حاجة من غيرها. الجزء التاني بقى واللي هو المهم في النقطة ديت وهو اللي اتكلم عنه سيجموند فرويد تحت عنوان الحداد، وهنا ما كانش يقصد الحداد المتعارف عليه عندنا، ولكن الموضوع ليه تفريعات كتير جدا، ولكن فرويد هنا يقصد ان الحداد هو ردة فعلنا على الحاجة اللي احنا بنخسرها ايا كانت ايه هي. ولكن الجزء المهم بقى بالنسبة لنا في نظرية فرويد وهو اللي بيقول ان طاقتنا النفسية بتبقى مرتبطة ارتباط شديد بالحاجة اللي احنا بنفقدها ديت، فبالتالي ما بنعرفش نفتكر اي حاجة من غيرها. وده بالظبط اللي حصل مع جول، وهو انه ما كانش عارف يفتكر اي حاجة من غير كليمنتاين، لانها بعد ما دخلت حياته غيرتها 180 درجة. وبرضه في جزء من نظرية فرويد بيقول ان المشاعر بتخترق اعمق جزء من النفس البشرية، فحتى لو تم محوها من على الوش برضه هتفضل موجودة، واي اثارة او استرجاع ليها بيولد عن الشخص دوت احساس بالضياع والفقد. وده بالظبط اللي حصل مع كليمنتاين لما الواد المغفل دوت حاول يستنسخ شخصية جول. بدأت ساعتها تحس انها ضايعة وفي حاجة ناقصاها، ولما قابلت جول هما الاتنين حسوا ان هما يعرفوا بعض من قبل كده. فزي ما قلت ان برضو لو حتى عملية المحو ديت ممكنة فهتكون فاشلة، لان انت لو قابلت نفس الشخص هتحبه لنفس الاسباب، الا بقى لو استحملت مرارة النسيان بمراحلها ومضاعفاتها، هنا بس تقدر تتخطى العلاقة ديت وتنسى الشخص ده. في حاجة اسمها الأخلاق القانتية، كان في جزء من الموضوع اسمه الحتمية القاطعة، وده متقسم لجزئين. الجزء الأول بيتكلم فيه كانت عن فكرة الأخلاق والمعيار اللي نقدر نطبق به الأخلاق على جميع البشر، فبيقولك بقى عمك كانت إن الفعل عشان يكون مسموح به لازم يكون قابل للتطبيق على كل البشر، وده يسمى بمبدأ الشمولية.
ده الجزء الاول في النظريه واللي مش مهم بقى بالنسبه لنا. المهم بقى بالنسبه لنا هنا هو الجزء الثاني. الجزء الثاني وهو المهم عندنا وهو صياغه كانت لفكره الانسانيه، وهي ان على كل فرد من المجتمع لازم يعامل الفرد الثاني على ان هو غايه في حد ذاته وليس كوسيله لتحقيق غايه. فاهمني؟ كانت ما اتذكرش في الفيلم، ولكن لو جينا نسقط الفكره ديت على الفيلم بتاعنا هتلاقيها بتمشي تمام. هتلاقي كليمنتاين بتقول دايما الجمله ديت: وهنلاقي هنا ان هي كانت بتستخدم جول كوسيله لتحقيق غايه معينه، وهي انها عايزه تلاقي راحتها النفسيه. فهنا هي خلفت مبدا الاخلاق عند كانت وخلفت واجبها. وهنا مش بقول ان فكره كانت عن الاخلاق هي السائده وان انت لازم تمشي عليها، ولكن الموضوع ليه تفرعات تانية وتقدر تقرا عنها طبعا. بالنسبه لموضوعنا، فكليمنتاين كده كده خلفت مبادئ كانت، فهل جول هو كمان خالف الفكره ديت؟ غالبا لان حياته شبه مش موجوده من قبل ما كليمنتاين تخش فيها اصلا. ده حتى لما كان مع صاحبته القديمه اللي هي نعومي كان برضه ما عندهوش حياه. والمخرج هنا عمل حركه ذكيه جدا، وهو انه ما ظهرش وش نعومي خالص، مع ان لو جيت دورت ورا الفيلم هتلاقي ان كان في مشاهد كامله بين جول ونعومي، بس المشاهد ديت اتحذفت. فالمشاهد دي اتحذفت عشان تؤكد عندنا فكرة ان جول ما كانش عنده حياة من قبل كليمنتاين. كل حاجة عند كليمنتاين ليها علاقة بشعرها وبلونه. دايما جول كان بيقول كده عنها: فايه هي بقى حكاية الشعر عندنا في الفيلم؟ تعال اقولك ببساطة، وهو ان كل تغيير في لون شعر كليمنتاين بيعبر عن تغيير في مرحلة من مراحل العلاقة بينها وبين جول. يعني ببساطة في اول العلاقة ما بينهم لما جول قابل كليمنتاين على الشاطئ كان لون شعرها اخضر، واللون الاخضر هو لون الطبيعة، يعني بمنظور تاني هو بداية علاقة حبهم. خلينا مثلا نمثل كل الموضوع بشجرة، الشجرة ديت في فصل الربيع بتبقى خضراء زي علاقة كليمنتاين وجول في الأول. بعدها بفترة لما بقى بيبدأوا يحبوا بعض بيبدأ شعر كليمنتاين لونه يبقى أحمر، والأحمر طبعا زي ما احنا عارفين هو لون الحب. نيجي بقى للمرحلة اللي كانت كليمنتاين فيها صبغة شعرها لونه برتقاني، والبرتقاني هنا هو لون الخريف. فاكر الشجرة؟ نفس الكلام تقدر تطبقه على العلاقة بين جول وكليمنتاين. بتبدأ الخناقات تكتر ما بينهم وبيبدأوا يشوفوا بعض مملين، وآخر ورقة من الشجرة بتقع وبتنتهي العلاقة عند كده، واللون البرتقاني بيبقى أزرق، واللون الأزرق هو فصل الشتاء، وما أدراك ما كآبة فصل الشتاء. واللون الأزرق المعروف بالكآبة عند بعض الفنانين زي بابلو بيكاسو والفترة الزرقاء بتاعته، وإن هو ما كانش بيرسم لوح غير لونها أزرق لأن هو كان مكتئب في الفترة دي. هتلاقي المبدع إسلام عاكف بيتكلم عن الموضوع دوت في سلسلة حلقات تحليل فيلم بالألوان الطبيعية تقدر تشوفها عنده. المهم بقى إن العلاقة في الوقت دوت كانت في حالة ثبات، بس برضه ما ننساش إن في الفصل الشتاء بتكون الشجرة وقعت كل أوراقها. من بعد بقى فصل الشتاء الحزين دوت بيجي إيه؟ بيجي الربيع، وبترجع الشجرة تطلع أوراقها من جديد. وده اللي حصل بالظبط مع جول وكليمنتاين، إن بعد ما تقابلوا تاني اكتشفوا إن هم كانوا يعرفوا بعض، فساعتها بقى بيتكيفوا مع الوضع، واللي حصل حصل، وكل دوت يبرر لك أسلوب سرد الفيلم. الدورة اللي حصلت مع الشجرة هي هي نفسها اللي حصلت مع علاقة جول وكليمنتاين. ده هينقلنا لنقطة تانية، والنقطة ديت ليها علاقة بأسلوب السرد، وإن هو إشبعنا معمول بالطريقة ديت، وإن هما في النهاية برضه هيحبوا بعض تاني حتى لو نسيوا بعض. وهنا بقى هنتكلم عن عمنا فريدريك نيتشه، واللي هو اتذكر اسمه في الفيلم مرة واحدة لما الممرضة كانت بتقتبس منه مقولة عن النسيان. Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders. That's Nietzsche, right? واللي معناها واضح مش محتاجة شرح يعني. ولكن الفكرة التانية لنيتشه واللي تم عرضها في الفيلم وهي فكرة التكرار الأبدي، واللي نيتشه بيتكلم وبيناقش فيها فكرة إن احنا ممكن نكون عشنا الحياة بتاعتنا دي قبل كده، وكل الأحداث اللي احنا بنعيشها تاني دي أحداث مكررة. وعشان الفكرة معقدة حبتين فهسيب لك لينك تحت تقرأ عنها وتفهمها أكتر براحتك. فبس يا سيدي، دي بتكون نهاية العلاقة، وإن هما الاتنين بيتكيفوا مع عيوبهم وحصل اللي حصل. تعالى بقى اكلمك سينما شويه.
اول حاجه ملفته للانتباه وهو استخدام الهاند هيلد او الكاميرا اللي بتبقى فيها هزه شويه كده في الكادر، وهنا عشان يدللك عدم الثبات اللي في حياه جول او عدم الثبات اللي في العلاقه بينه وبين كليمنتاين عموما. تاني حاجه مهمه بالنسبه لي وهو الكادر دوت، والكادر ده اهميته كبيره جدا لان هو اللي موجود حتى في بوستر الفيلم وده يخليك تركز معاه قوي. خلينا ناخد المشهد بتاعه من اوله. في الاول جول بيبقى خايف يتقدم مع كليمنتاين لحسن الجليد يتكسر، ولكن كليمنتاين بتقنعه ان الجليد سميك جدا. I think I should go back, huh? Come on. What if it breaks? What if? Do you really care right now? Huh? Come here. فبيقرب والاتنين بيناموا جنب بعض في الارض، وبيظهر لنا من الزاويه التوب انجل وهم نايمين ان في جنبهم شرخ بسيط كده في التلج، مع ان كليمنتاين قالت له ان التلج سميك. الفكرة هنا بقى عندنا ان التلج دوت بيمثل علاقة جول وكليمنتاين مع بعض. مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نعرف ان العلاقة بينهم سميكة وثابتة الى انها برضو ممكن يحصل فيها شرخ بسيط. والتوب انجل في المشهد دوت بتدلل على قد ايه هم ضعفاء بجانب الشرخ اللي ممكن يحصل في علاقتهم السميكة زي اللي حصل مع التلج بالظبط. من المشاهد المهمة جدا برضو في الفيلم وهو من المشاهد القصيرة اللي حصلت في الفيلم، وهو لما جول راح لكليمنتاين المكان اللي هي شغالة فيه ولقاها مش عارفاه. Can I help you find something, sir? اول حاجه ملفته في المشهد دوت وهو تمثيل جيم كاري. بص كده على عينيه هتلاقي فيه نوع من قله الحيله وان هو ما كانش عارف هيعمل ايه. الحاجه التانية بقى انه وهو خارج كانت الانوار وراه بتطفي، وده دليل على ايه؟ زي ما قلت لك في الاول ان حياته من قبل كليمنتاين ما كانش ليها اي لازمه. الموضوع الاخير بقى واللي نسيت اكلمك عنه وهو ان في عوامل معينه خلت جول يعجب بكليمنتاين. من اهم العوامل ديت وان كليمنتاين فيها من امه، بمعنى ان هو لما جه خبيها في ذكرياته لما كان صغير كانت متنكره في لبس قديم وعجبها المطبخ بتاع امه جدا. وهنا تكمن الفكرة ان جزء كبير من انجذابك لشخص ما ده بيكون سببه ان هو بيكون فيه حاجات من شخص تاني انت كنت بتحبه قبل كده. كمان جزء مهم جدا في الفيلم وهو فكرة العيادة اللي بتمحو جزء من الذاكرة. كان في جزء في العيادة كده الكاميرا كانت بتتكلم معانا فيه، وهو ان قد ايه في عملاء كتير جدا للمكان اللي بيمحو الذاكرة دوت، وان قد ايه في ناس كتير جدا بتحاول تهرب من مواجهة احزانهم والحاجات اللي هم خسروها، والقعدة بقى عشان تمسح الكلب بتاعها اللي مات، والقعدة عشان يمسح ذكرى معينة من حياته والحاجات دي بقى، والعملاء اللي كانوا عايزين يعملوا نفس العملية لتالت مرة في نفس الشهر، ودي حاجة خطيرة جدا. الحاجة دي تدللك على قد ايه ان البشر ما عندهمش الجرأة ان هم يواجهوا الحاجات السيئة اللي هم بيواجهوها في الحياة والاحزان والحاجات اللي بيفقدوها، بيدوروا دايما على الطريق الاسهل عشان يتخلصوا من الالم دوت. ولكن برضو حتى لو تخلصوا منهم بالطريقة السهلة ديت هيفضل موجود في اعماق اعماق اعماقهم. وبس كده، دي كانت كل حاجة عندي للحلقة ديت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام. شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخر تلاح الحزين والسيجارة نسفني.